السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنستكمل درس استعمال الشبكة لإيجاد المجموع. النهاردة هناخد الجزء الثاني. طيب، بس احنا عايزين نفتكر، عندنا القيمة الشهرية بتتكلم عن المشاركة، والقيمة الأسبوعية بتتكلم عن الأمانة. طيب، درسنا النهاردة بيتكلم عن استعمال الشبكة لإيجاد المجموع. طيب، احنا اتفقنا اننا عندنا بيجيب لنا اشكال معينة، وانا باجي بيكون عايزني احدد المجموع، ولكن اتفقنا اننا ما بقيناش صغيرين عشان نفضل نقعد نعد 1 2 3 لحد النهاية، يعني من البداية لحد النهاية. لا، احنا كبرنا، فبقينا عندنا دلوقتي طريقة تانية، هي طريقة الصفوف. وطريقة الأعمدة. طيب، طريقة الصفوف، أول حاجة خالص اتفقنا إن احنا بنعمل ايه؟ بنشوف عندي كام صف، 1 2 3، عندي 3 صفوف، يبقى الرقم بتاعي هيتكرر 3 مرات. طب ايه الرقم اللي هيتكرر كام 3 مرات؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 + 5 + 5 تساوي كام؟ 5 + 5 = 10 + 5 = 15. طيب، الأعمدة، 1 2 3 4 5، برضو 5 أعمدة، ولكن عندي كام الرقم، يعني الرقم كام هو اللي هيتكرر 5 مرات؟ 1 2 3، يبقى 3 هيتكرر كام مرة؟ 5 مرات. طيب، دلوقتي عندي 3 + 3 = 6 + 3 = 9 + 3 = 12 + 3 = 15. لازم ناتج الصفوف يساوي ناتج الأعمدة بالظبط. طيب، تعالوا هنا على رقم 2، بيقول لي أول حاجة عايزني أستعملها الصفوف. أشوف أنا عندي كام صف، 1 2 3، عندي 3 صفوف. طيب، يبقى أنا عندي رقم هيتكرر 3 مرات. طب إيه هو الرقم ده؟ 1 2 3، يبقى 3 هيتكرر كم مرة؟ 3 مرات. 3 + 3 = 6 + 3 = 9. ممتاز. طيب، الأعمدة، 1 2 3. طيب، وعندي كم واحد في العمود؟ 1 2 3، برضو 3. يبقى 3 + 3 + 3 هتساوي كم برضو؟ لازم تساوي 9. ممتاز. طيب، رقم 8 هنا دلوقتي بقى بيقول لي ايه؟ ترتب سناء حبات الفراولة في شبكة، اكتب جملتين عدديتين تمثلان هذه الشبكة، ما العدد الكلي لحبات الفراولة؟ هستعمل طريقة الصفوف والأعمدة. تعالوا نشوف كده، فكروا فيها، انا عندي هنا كام صف؟ 1 2 3 4، عندي 4 صفوف. طب الصف الواحد فيه كام واحدة؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 + 5 + 5 + 5 هتساوي كام بقى؟ 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 كام؟ 20. ممتاز. طيب، الأعمدة، عندي كام عمود؟ 1 2 3 4 5، عندي 5 عواميد، بس عندي كام واحدة في العمود بقى؟ 1 2 3 4، يبقى عندي 4 تتكرر كام مرة؟ 5 مرات. ممتاز. 4 + 4 = 8 + 4 = 12 + 4 = 16 + 4 = 20. شفتوا ناتج الأعمدة ازاي بيساوي ناتج الصفوف؟ لازم الاتنين يساوي بعض. يبقى أنا عندي كام حبة فراولة؟ عندي 20 حبة فراولة. ممتاز. طيب، تعالوا هنا الرقم 9، بيقول لي ايه بقى؟ الشبكة المجاورة تبين سيارات في موقف للسيارات.
هل يمكنني كتابة جملتين عدديتين مختلفتين لتمثيل هذه الشبكة؟ ما عدد الكلي للسيارات في الموقف؟ طيب أنا دلوقتي عندي طريقتين، اللي هي طريقة الصفوف وطريقة الأعمدة. طيب أول حاجة الصفوف، أنا عندي كم صف؟ 1 2 3، عندي 3 صفوف. طب الصف الواحد فيه كم واحدة؟ 1 2 3، يبقى التلاتة تتكرر كم مرة؟ 3 مرات. 3 زائد 3 6، زائد 3 9. ممتاز. طب الأعمدة؟ 1 2 3. طب العمود فيه كم واحد؟ 1 2 3. يبقى صدفة ان الصفوف بتساوي الأعمدة، يبقى هتساوي كام برضو؟ هتساوي 9. ممتاز. يبقى انا كده عندي كام سيارة؟ عندي 9 سيارات في الموقف. طيب انتوا بقى فكروا دلوقتي هنا في رقم 3. يلا انا عايزة العدد الكلي للأشكال الموجودة عندي. اول حاجة انا عاملها بطريقة الصفوف، عندي كم صف؟ عندي 1، عندي 2. طب الصف فيه كم واحدة؟ 1 2 3 4. يبقى ايه؟ هعمل ايه؟ 4 زائد كام؟ 4 زائد 4 هتساوي كام؟ تساوي 8. طب الأعمدة؟ 1 2 3 4. طيب كام واحد في العمود؟ 1 2. يبقى انا هكرر الاتنين كم مرة؟ 4 مرات. يلا 2 زائد 2 4 زائد 2 6 زائد 2 8. ممتازين. طيب رقم 5 دلوقتي بيقول لي ايه؟ في حديقة 4 صفوف من الأزهار، في كل صف 4 أزهار، ما العدد الكلي للأزهار؟ هو بيقول لي ايه؟ في الحديقة 4 صفوف من الأزهار، 1 2 3 4. يعني انا عندي عدد هيتكرر 4 مرات، وفي كل صف 4 أزهار. يبقى انا عرفت ايه هو العدد اللي هيتكرر 4 مرات، اللي هو الكام؟ اللي هو 4. يبقى 4 زائد 4 8، زائد 4 12، زائد 4 16. يبقى انا عندي كام زهرة؟ 16 زهرة. طيب رقم 6، يلا انتوا بقى فكروا فيها وفكروا في حلها، هنحلها ازاي؟ بيقول لي ايه؟ وضعت منى أقلامها في علبة، رتبت الأقلام في 3 صفوف. رتبتهم في كام؟ في 3 صفوف. تمام. إذا وضعت 5 أقلام في كل صف، ممتاز. يبقى أنا عندي عملت إيه؟ 3 صفوف أهو، 1 2 3 و5 أعمدة، 1 2 3 4 5. طيب يبقى إيه هي الأعداد الكلية للأقلام؟ هل هي هتبقى 3 زائد 3 زائد 3، ولا 3 زائد 3، ولا 5 زائد 5 زائد 5، ولا 5 زائد 5؟ إيه ولا بي ولا سي ولا دي؟ يلا فكري في إجابتها وإنتي حليها. كده احنا خلصنا درسنا النهاردة، اشوفكم في الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.